ساعات لو اتكلم على المشير، رؤية المشير باعتبارك عسكري، ساعات العميد خالد عكاشة داخلية، تمام، وبالتالي رؤية المشير للأمن. انت حضرتك سمعت اللقاء؟ تمام، وسمعت هو مش ده يعني، تمام. هو احنا واخدين بس للأسف جزء صغير، تمام. لكن هو اتكلم عن الأمن بشكل واسع. تمام، والله انا حضرتك انا ايه، انا اخش الاول بالنسبة للمرشح حمدين صباحي. هو بيبص للأمن من منظور بيدل على انه انسان غير واعي وغير ملم بالناحيه الامنيه داخل البلد، ولكن هو كل شعارات رنان عشان يلم اللي هو اللي بيلعب بيه دلوقتي، اللي هو عمليه الشباب والليبراليين والاشتراكيين والحريات والتظاهر والافراج عن المتظاهرين. هو ما قالش كده، في موضوع الامن. انا لسه ما قالش، بس قال في من ضمن برنامجه اللي قاله حضرتك، قال هذا الموضوع في ضمن البرنامج التقريري بتاعه، ان حق التظاهر وحريه التظاهر وسيتم الافراج عن كل من معتقل عشان الراي، كل الكلام ده قاله في برنامجه. يعني هسيب ده، انا بدي تعليق بس بسيط وبخش للمرشح الاخر المشير السيسي. طبعا هو حضرتك كلنا مش عشان انه كده، هو اكثر خبرة وحنكة في هذا المجال الأمني بالذات. راجل النهاردة حوالي 80% من خدمته هو بيخدم في الأمانة العامة وزارة الدفاع أو في المخابرات الحربية، طول عمره بيخدم في اتخاذ القرار والمعلومات وتجميع المعلومات. راجل عنده حنكة بالملف الأمني بالكامل. هو ما لغاش حاجة، قال إن في التظاهر النهاردة موجود، ولكن في هذه ظل الأوضاع الحالية مش هقدر النهاردة إن أنا ألغي التظاهر، ولكن لا، في قانون التظاهر ولازم الناس ليها حق التظاهر السلمي، ولكن قانون التظاهر ما نقدرش نلغيه لان ده بيمنع له عمليات التخريب والخروج على النص. وان يبقى في دور الداخليه او دور الامن، لا، يبقى لازم الامن النهارده يقوى ومن احدث الاسلحه، وفي نفس الوقت لا نغير على حقوق الانسان وحريه التعبير.